بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وعلى جيد رسالته بباهر الخوانك وأيده بكمات الأصحاب المهتدين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى أوج المعارف والحقائق وأنفاض عليهم من محون مواهب لدنية ظرف اللطائف وشوارق الرقائق فأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى سبل الإرشاد أعلى الصراط المستقيم وآل الله عليه وعليه زاكي الصلوات والتسليم ووفقنا للاهتداء بهداهم والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مشكات أنوارهم في حندس الجهل البهيم ما أمطرت مناقبهم معاطس الأسماء الواعية وتليت آي فضائلهم فكانت إلى النهوض إلى الله داعيا أما بعد فيقول المفتكر إلى فضل الكريم المنجي جعفر بن وسن بن عبد الكريم البرزنجي هذه مبنة من أحوال القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين الناهلين من بحر الحقيقة والغارفين السيد الشريف والسند الطريف الحسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنادر الرحيم سيد شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. بلغهم الله تعالى بنفسه القوي والحفي جنة القرب والأمان وعد نظمته من فرائض عمله وقوله لتتشرف بدرره أسماع الحاضرين عند عمل مهمه وعونه إن ضخمته من كلام بعض أرباب طريقا ومن له في حضرة الشيخ أكيدة محكمة ومحمدة وثيقا كالشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي ناح له الفلاح والسراج الدمشقي صاحب كتاب نتاج الأرواح رغبة في نشر أحوال الكمل وبث مناقب الأخيار واستنزالا لصيب الرحمات والبركات الجزار من بذكرهم تفتح أبواب السماوات العليا وتنهل من حظيرة القدس سحب الخيول وضعت الإلهية وفصلته بوسائط من لآل التراضيئا وطلب الإمداد بأسراره فليجهر بذكره الحاضرون عند بلوغ القارئ إليها في أخباره وسميته باللجين الداني في ذكر نبذة من مناكب القطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
فنكون هو الشيخ الكامل والجهد الواصل ذو المقامات العالية الشريفة والأقدام الراسخة والتمكن التام والأحوال المنيفة والكمالات الشامخة القطب الرباني والنور الساطع البرهاني والهيكل الصمداني والغوث النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. ابن أبي صالح موسى جنكي دوسنت وقيل جنكا دوسنت ابن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله ابن موسى الجون بن عبد الله المرض ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وبن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول نسبك أن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح يمودا نسب له في وجه آدم لمعة منحت ملائكة السماء سجودا نسب كتاب الله أوفى حجة في مدحه من لا يروم جحودا اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقة من وراء غبرستان في سنة 71 و400 وكان في طفوليته يبتلئ من الرضاعة في نهار رمضان إناية من الله تعالى به ولما ترأى سار إلى طلب العلوم وقصد كل مفضال عليم ومد يده إلى الفضائل فكان أسرع من خطو الظليم وتفقه بالوفاء علي بن أكيل وبالخطاب الجلوذاني محفوظ بن أحمد الجليل وأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى وغيرهم مما تنس لديه عرائس العلوم وتجلى وقرأ الأدب على أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي واقتبس منه أي اقتباس وأخذ علم الطريقة عن العارف بالله الشيخ أبي الخير حماد بن مسلم الدباس ولبس من يد القاضي أبي سعيد المبارك الخرقة الشريفة الصوفية وتأدب بآدابه الوفية ولم يزل ملحوظا بالعناية الربانية عارجا في معارج الكمالات بهمة الأبية آخذا نفسه بالجد مشمرا أن سائد الإجتهاد نابذا لمعلوف الإسعاف والإصعاد حتى أنه مكث 25 سنة سائرا في صحراء العراق وخراباته
لا يعرفون الناس ولا يعرفونه فيعدلونه عن أمره ويصرفونه وقاسا في بداية أمره الأخبار فما ترك هالا إلا ركبه وقفر منه الكفار وكان لباسه جبة صوف وعلى رأسه ريقة يمشي حافيا في الشوك والوعير لعدم وجدانه علي يمشي فيها ويكتات ثمر الأشجار وكمامة البقل الترمى وورق الحشيش من شاطئ النار ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء وبقي مدة لم يأكل فيها طعامك فلكيه إنسان فأعطاه سرة دراهم إكراما فأخذ ببعضها خبزا سميدا وخبيصا وجلس ليأكل وإذا برقعة نكت فيها إنما جعلت الشهوات لضعفاء عبادي ليستعينوا بها على الطاعات وأن الأقوياء فما لهم الشهوات فترك الأكل وأخذ المنديل وترك ما كان فيه وتوجه في القبلة وصلى ركعتين وانصرف وفئم أنه محفوظ ومعتنى به وعرف اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم ورفق الخضر على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أول دخوله العراق ولم يكن الشيخ يعرفه وشرد عليه الخضر ألا يخالفه والمخالفة سبب الفراق فقال له الخضر اقعد هنا فاقعد في المكان الذي أشار بالقعود فيه 3 سنين يأتي في كل سنة مرة ويقول له لا تبرح مكانك حتى آتيك ونام مرة في إيوان كسرى من المدائن في ليلة باردة فاعتلم وذهب إلى الشد واغتسل ثم نام فاعتلم وذهب إلى الشد واغتسل ووقع له ذلك في تلك الليلة 40 مرة ثم صعد على جدار الإيوان خوفا من النوم محافظة على الطهارة وكان كلما أحدث توضأ ثم صلى ركعتين ولا يجلس على حدث قط ولم يزل الاجتهاد دأبه حتى تركه من الله الحال وآن والوصال وبدت له أنوار الجمال فخرج على وجه الوجيه لا يعي غير ما هو فيه ويتضار بتخرص الجنون حتى من أين المغرس ثاني مرات إلى أن اشتر أمره وفاق أهل أسره علما وأملا وزهدا ومعرفة ورياسة وقبولا
وامطار سويد وسار ذكر مسير الشمس وحكي أنه جتمع له 100 فقيه من علماء بغداد وجمع كل واحد منهم عدة مسائل وجاءوا إليه ليمتحنوه فلما استقر وأدرك الشيخ فظهرت من صدره باركة من نور فمرت على صدور 100 فقيه فمحت ما في قلوبهم وبيتوا واضطربوا وصاحوا صيحة واحدة ومزقوا ثيابهم وكشفوا رؤوسهم ثم صيد الشيخ على الكرسي وأجاب جميع مسائلهم فاعترفوا بفضله وخضعوا له من ذلك الوقت وكان رضي الله أنه يقرأ في 13 علما التفسير والحديث والخلاف والوصول والنهو والقراءة وغير ذلك وكان يفتي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما وكان علماء العراق يتعجبون من فتواه ويقولون سبحان من أعطى ورفع إليه مرتبة سؤال أجز العلماء عن جوابه سورة رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا بد أن يعبد الله تعالى عبادة ينفرد بها دون الخلائق أجمعين في ذلك الوقت فما خلاصه فقال رضي الله عنه عن الفور خلاص أن يأتي مكة المكرمة ويخلي المطاف له فيطوف أسبوعا واحدا وتنهل يمينه فلله دره رضي الله عنه اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يلبس لباس العلماء ويتطيلس ويركب البغلة وترفع الغاشية وإذا تكلم جلس على كرسي عال وكان في كلامه سرعة وجهر وربما خطأ في الهواء على رؤوس الأشهاد ثم يرجع إلى الكرسي وكان وقته كله معمورا بالطاعات قال خادمه الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الفتاح الهروي خدمت الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. مدة 40 سنة وكان يصلي الصبح بوضوء العشاء هذه المدة كلها وكان إذا أقدس جدد في وقته وضوءه وصلى ركعتين وكان إذا صلى العشاء دخل خلوته فلا يمكن أحدا أن يدخلها معه ولا يفتحها ولا يخرج منها إلا عند طلوع الفجر ولقد أتاه الخليفة مرارا بالليل يقصد الاجتماع به فلا يقدر على ذلك وقال ابن أبي الفتح بطللة عنده فرأيته يصلي أول الليل يسيرا ثم يذكر الله تعالى إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل ثم يقول المحيط الرب الشهيد الحسيب الفعال الخلاق الخالق البارئ المصور 9000
ويرتفع في الهواء إلى أن يغيب عن بصري ثم يصلي قائما على قدميه يتلو القرآن إلى أن يذهب الثلث الثاني وكان يطيل سجوده جدا ثم يجلس متوجها مراكبا إلى طلوع الفجر ثم يأخذ بالابتهال والدعاء والتذلل ويغشاه نور يكاد يخطف بالأبصار إلى أن يغيب فيه عن النظر قال وكنت أسمع عنده سلام عليكم سلام عليكم وهو يرد السلام إلى أن يخرج لصلاة الفجر وكان رضي الله عنه يقول لا ينبغي لفكير أن يتصدى ويتصدر الإرشاد الناس إلا أن أعطاه الله علم العلماء وسياسة الملوك وحكمة الحكماء قال ورفع إليه مرة شمس ادعى أنه يرى الله تعالى بعيني رأسه فقال له حكم ما يقولون أنك فقال نعم قال فزجره وانتهره وعاده على ألا يعود إلى ذكر ذلك ثم التفت الشيخ إلى الحاضرين السائلين له أمحق هذا أم مبطل فقال هو محق في قوله ملتبس عليه وذلك أنه شهد ببصيرته نور الجمال ثم خرق من بصيرته منفد فرأى بصره بصيرته وشؤاؤها متسل بنور سهوده فظن أن بصره رأى ما شهدت بصيرته وإنما رأى نور بصيرته قط وهو لا يدري فاضطرب العلماء والصوفية من سماء ذلك الكلام ودهشوا قال وذكر أنه يرى له مرة من المرات نور عظيم أضاء به الأفق وبدا له في ذلك النور صورة فنادتني يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة أنا ربك وقد أبنت لك المحرمات فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إخسى يا لعين قال فإذا بذلك النور ظلام والصورة دخان ثم صرخ يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة نجوت مني بعلمك بحكم ربك وفقهك في إحكام منازلك ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة 70 من أهل الطريق فقلت لرب الفضل والمنة فقيل للشيخ بما عرفت أنه شيطان فقال من قولي أبهت لك المحرمات فعلمت أن الله تعالى لا يعمر بالفحشاء اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يعظم الأغنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة وكان كثيرا يرى الخليفة قاصدا له وهو جالس فيدخل خلوة ثم يخرج على الخليفة بعد وصوله إعزازا لطريق الفقراء ولئلا يقوم للخليفة وما وقف بباب وزير ولا سلطان ولا قبل هدية من الخليفة قط
حتى عذبه على دم قبوله يدية. فقال له الشيخ ورسل ما بدا لك وحضر معه. فحضر الخليفة عند الشيخ ومعه شيء من التفاح، وإذا كل تفاحة مشون دما وقيحا. فقال للخليفة كيف تلومنا على أدم أقلنا من هذا وكله مغشوم بدماء الناس. فاستغفر الخليفة وتاب على يديه، وكان يأتي فيكف بين يدي الشهيد كأحد الناس وصحبه إلى أن مات. وكان رضي الله عنه مع جلالة قدره وعبد صدقه وعلو ذكره يعظم الفقراء ويجالسهم ويفلي لهم ثيابهم. وكان يقول: الفقير الصابر أفضل من الغني شاكر، والفقير الشاكر أفضل منهما، والفقير الصابر الشاكر أفضل من الكل. وما أحب البلاء والتلذذ به إلا من عرف المبلي. وكان يقول: اتبعوا ولا تبتدئوا، وأطيعوا ولا تمرقوا، واصبروا ولا تجزعوا، وانتظروا الفرج ولا تيأسوا، واجتمعوا على ذكر الله تعالى ولا تتفرقوا، وتطهروا بالتوبة عن الذنوب ولا تتلطخوا، وعن باب مولاكم لا تبرحوا. وكان يقول: لا تخدر جلب النعماء ولا تفعل بلوى، فإن النعماء واصلة إليك بالقسمة استجلبتها أم لا، والبلوى حالة بك وإن كرهتها. فسلم لله في القل يفعل ما يشاء، فإن جاءتك النعماء فاستغل بالذكر والشكر، وإن جاءتك البلوى فاستغل بالصبر والموافقة، وإن كنت أعلى من ذلك فالرضا والتلذذ. واعلموا أن البلية لم تأتي المؤمن لتهلك، وإنما أتته لتختبره. وكان يقول: لا يسلخ لمجالسة الحق تعالى إلى المطهرون من رجس الزلات، فلا يفتح إلا لمن خلى عن الدعاوي والهوسات. ولما كان الغالب على الناس عتم تطهر، ابتلاهم الله تعالى بالأمراض كفارة وطهورا، ليسلخوا لمجالسته وقربه، شعروا بذلك أو لم يشعروا. وكان يقول: إياكم أن تحبوا أحدا أو تقرهوا إلا بعد أرض أفعاله على الكتاب والسنة، كي لا تحبوه بالهوى وتبغضوه بالهوى. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه، وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يجلس الذباب على ثيابه، وراثة له من جده صلى الله عليه وسلم، فكل له في ذلك. فقال: أي شيء يعمل الذباب عندي وليس عندي من دبس الدنيا وعسل الآخرة؟ ومن كرامته أنه جلس مرتين يتوضأ، فقدر عليه عصفور فرفع رأسه فخر العصفور ميتا، فغسل الثوب ثم تصدق به عن العصفور، وقال: إن كان علينا إثم فهو كفارته. ومن كرامتي أيضا أن امرأة نتت بولدها لتشوقه إلى صحبة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة.
وتسلكه فأمره بالمجاهدة وسلوك طريق السلف. فرأته يوم النحيل ورأته يأكل بالشعير، ودخلت على الشيخ وجدت بين يديه أضم دجاجة ملعوقة، فسألته عن المعنى في ذلك، فوضع الشيخ يده على العظام وقال لها: قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي رميم. فقامت الدجاجة سوية وصاحت: لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله رضي الله عنه. الفاتحة. فقال لها: إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء، ومن كرامتي أيضا أنه مر بمجلسه ذات في يوم شديد الريح، فشوشا بسياهها على الحاضرين، فقال: يا ريح ذي رأسها. فوقعت لوقتها مقطوعة الرأس، فنزل عن الكرسي وأخذها في يده وأمر الأخرى عليها، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فحيت وطارت سوية بإذن الله تعالى، والناس شاهدون ذلك. ومن كرامتي أن أبا عمر عثمان سيرا في وأبا محمد عبد الهك الهريم رحمهما الله تعالى قال: كنا بين يدي الشيخ بمدرسته يوم الأحد ثالث صفر سنة 55 و500، فتوضع الشيخ على قبقابه وصلى ركعتين، فلما سلم صرخ صرخة نزيمة ورمى بفردة قبقابه في الهواء فغاب عن أبصارنا، ثم فعل ثانية كذلك بالأخرى، ثم جلس فلم يتجاسر أحد على سؤالي، ثم قدم قافلة من بلاد العجم بعد 23 يوما، فقالوا: إن معنا للشيخ نذرا فاستدرنا. فقال هذاه منهم: فأعطونا شيئا من ذهب وثيابا من حرير وخز والقبقاب بعينه، فسألناهم من المعنى في ذلك، فقالوا: بينما نحن سائرون يوم الأحد ثالث صفر إذ خرجت علينا عرب لهم مقدما، فانتهبوا أموالنا ونزل على شفير الوادي، فقلنا: لو ذكرنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. فندرنا له شيئا من أموالنا سلمنا، فما هو إلا أن ذكرنا، وجعلنا له شيئا فسمعنا صرختين عظيمتين ملات الوادي ورأيناهم مدعورين، فظننا قد جاءهم مثلهم يأخذهم، فجاءنا بعدهم وقال: تعالوا إلينا وخذوا أموالكم وانظروا ما قد همنا، فأتوا بنا إلى مقدميهم فوجدناهما ميتين، وعند كل منهما فردة قبقابهم وبتلة بمائهم، فردوا علينا ما أخذوا وقالوا لنا: إن لهذا الأمر نبعا عظيما. ومن كرامتي أنه جاءه رجل من أسفهان له مولاة تسرع وقد عيت المعزمين، فقال الشيخ: هذا مارد من وادي سرنديب واسمه خانس، فإذا سئلت فكل في أذنها: يا خانس عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. المقيم ببغداد يقول لك: لا تعد تهلك. فذهب الرجل وغاب 20 سنة، ثم قدم وسئل واخبر أنه فعل ما قال الشيخ رضي الله عنه، ولم يعد الصرع إليها إلى الآن. وقال بعض رؤساء التعزيم: مكثت ببغداد 40 سنة في حياة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
ولا يقع فيها صرا على عهد فلما مات وقع الصرا. ومن كرامته أيضا أن ثلاثة من الشيخ جيلا أتوا إلى زيارته قدس الله سره، فلما دخلوا عليه رأوا الإبريق موجها إلى غير جهة القبلة والخادم واقف بين يديه، فنظر بعضهم إلى بعض كالمنكرين عليه بسبب توجه الإبريق لغير جهة القبلة وقيام الخادم بين يديك. فوضع الشيخ كتابا من يدي ونظر إليهم نظرة وإلى الخادم أخرى فوقع ميتا، ونظر إلى الإبريك نظرة أخرى فدار وطاف الإبريك هده إلى الكبلة. ومن كرامته أن أبا المظفر حسن بن ذمي البغداد يتجر جاء إلى الشيخ حماد بن مسلم بن دروة الدباس رحمه الله تعالى في سنة 21 و500، وقال له: يا سيدي، قد جهزت لي قافلة إلى الشام فيها بضاعة ب700 دينار. فقال: إن سافرت في هذه السنة قتلت واخذ مالك. فخرج من عنده مغموما، فوجد في الطريق الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. وهو شاب يومئذ فهكى له ما قاله الشيخ حماد، فقال له: سافر تذهب سالما وترجع غانما، والضمان علي في ذلك. فسافر إلى الشام وباع بضاعته ب1000 دينار، ودخل يوما إلى سقاية فيها لب لقضاء حاجة الإنسان، ووضع ألف دينار على رف من السقايا، وخرج وتركها ناسيا واتى إلى منزلي، فألقي عليه النؤاس، فنام فرأى في منامه كأنه في قافية قد خرجت عليها العرب وانتهبوها وقتلوا من فيها، وأتاه أحد فضربه بهربة فقتله، فانتبه فزع ووجد أثر الدم في عنقه وأحس بالألم، وذكر الألف فقام مسرعا إلى السقاية فوجدها في مكانها سالما، ورجع إلى بغداد. فلما دخلها قال في نفسي: إن بدأت بالشيخ حماد فهو الأسد، والشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فهو الذي صح كلامه: فلك يا شيخ حمادا في أثناء ترديد الخاطر في سك سلطان. فقال له: يا أبا المظفر، ابدأ بعبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فإنه مهبوب، ولقد سأل الله فيك 17 مرة حتى جهل ما قدر عليك من القتل يقظة مناما، ومن الفقر إيانا النسيانا. وجاء إلى الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فقال له ابتداء: قال لك الشيخ حماد، إنني سألت الله فيك 17 مرة وعزة المعبود، لقد سألت الله تعالى فيك 17 مرة إلى تمام 70 مرة حتى كان ما ذكر. ومن كرامتي أيضا أن الشيخ علي الهيتي والشريف عبد الله بن محمد أبا الغنائم الحسني رحمهما الله تعالى دخل دار الشيخ قدس الله سره، فوجد إنسانا شابا ملقا على كفاه، فقال للشيخ الياتي رضي الله عنه: يا سيدي، اشفع لي عند الشيخ. فلما ذكره له وهبه له بقوله: قد وهمته له، فخرج إلى الرجل الملقى وعرفه بذلك. فقام الرجل وخرج من قوة في الدلس وطرف الهوى، فرجع إلى الشيخ رضي الله عنه وسأله عن هذا الرجل، فقال: إنه مر في الهواء. وقال في نفسي: ما في بغداد رجل مثلي، فسلبته حاله
ولولا الشيخ علي ما رددته له. ومن كرامتي أيضا أن الشيخ أبا الحسن المعروف بابن طنطاد البغدادي رحمه الله تعالى قال يوم وفاة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. قدس الله سره ونور ضريها. كنت أشتغل بالعلم وأكثر السهر أترقب حاجة له، فأخرج ليلة من داره في سفر سنة 53 و500، فناولته إبريقا فلم يأخذه وقصد باب المدرسة فأشار إليه فانفتح وخرج، وخرجت خلفه وأنا أقول في نفسي إنه لا يشعر بي. ثم انغلق ثم باب المدينة كذلك، ثم مشى غير بعيد فإذا النهل ببلدة لا أعرفها، فدخل مكانا كالرباط فإذا فيه ستة من رجال قعد، فلما رأوا الشيخ عدمه وبدروه بالسلام إليه والتجأت إلى سارية فسمعت أنينا من ذلك المكان. ثم بعد أن سكن ذلك الأنين ثم دخل رجل إلى تلك الجهة التي فيها الأنين، وخرج يهمل رجلا من ذلك الجانب، ودخل شخص مكسوف الرأس طويل الشارب، فوقف بين يدي الشيخ فأخذ العهد بالشهادتين وقص رأسه وشاربه وألبسه طاكية وسماه محمدا، وقال للستة قد أمرت أن يكون هذا بدلا عن الميت، فقالوا سما وطاعا. ثم خرج وتركهم وخرجتما ومشينا غير بعيد، وإذا نحن عند باب بغداد فانفتح كأول مرة، ثم أتى باب المدرسة كذلك فدخل داره. ثم في الغد جلست بين يديه أقرأ فمنادني هيبته، فقال يا بني اقرأ ولا عليك، فأقسمت عليه أن يبين لي ما رأيت باللمس، فقال أما البلد فنا وند، وأما الستة فهم الأبدان النجبا، وأما صاحب الأنين فسابهم كان مريضا. فلما حضرت الوفاة جئت هدر وفاته، وأما الذي حمله على عاتقه فأبو العباس الخضر عليه السلام أخذه ليتولى أمره، وأما الذي أخذت عليه الأهدى فنصراني من القسطنطينية، أمرت أن يكون عوضا عن المتوفى وهو الآن منهم. قال أبو الحسن وأخذ علي الأهدى أن لا أهدس بذلك اليهد ما دام حيا، وقال أهدى بمسايسري في حياتي. وذكر الشيخ عبد الله الموصلي أن الإمام المستنجد بالله أبا المظفر يوسف جاء إلى الشيخ قدس الله سره وسلم عليه واستوصى، ووضع بين يدي ملا في عشرة أياس يهملها عشرة من الخدام، فردها الشيخ فأبى الخليفة إلا يقبلها وعلى حال الشيخ، فأخذ الشيخ كيسين منها في يديه وهما خير الأكياس، وعسرها وعسرهما فسالا دما. فقال الشيخ الخليفة أما تستهي من الله تعالى أن تأخذ لما الناس تقابلني به؟ فغسل الخليفة بالحال. فقال الشيخ وعزة المعبود لولا حرمة اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم لتركت الدم يجري إلى منزلي. قال عبد الله المذكور وشهدت الخليفة عنده يوما، فقال للشيخ أريد شيئا من الكرامات يطمئن قلبي. قال ما تريد؟ قال تفاحا من الغيب ولم يكن أوانه بالعراق. فمد الشيخ يده في الهواء فإذا فيها تفاحتان، فناوله إحداهما وكسر الشيخ التي في يده فإذا هي بيضاء تفو منها رائحة المسك، وكسر الخليفة الأخرى فإذا فيها دودة، فقال ما هذه والتي بيدك كما ترى؟ أو قال كما أرى. قال الشيخ يا أبا المظفر هذه لمستها يد الظالم فدودت كما ترى، وهذه لمستها يد الولاية فطابت، وقد تقدمت كسة التفاح الذي جاء بالخليفة للشيخ، وكرامات أكثر من أن تحصى وعظم من أن تذكر رضي الله عنه. وأنا
عنا برضاء الرفيع وأمدنا بمدد الوسيع. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يقول وهو من باب التحدث بالنعمة لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ما مر مسلم على باب مدرسة إلا خفف الله عنه العذاب يوم القيامة وأخبر أن شخصا يصيغ في قبره فمضى إليه وقال إن هذا زارني مرة ولا بد يرحمه الله تعالى فلم يسمع له بعد ذلك سرا. وقال رضي الله عنه أسر حسين الحلاج أسرة فلم يكن في زمني من يأخذ بيده ولو كنت في زمني لأخذت بيده. وأنا لكل من أثر مرقوبه من جميع صحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة أخذ بيدي كلما أثر حيا وميتا. فإن فرسي مسرج ورمحي منصوب وسيفي مشهور قوسي موتور لحفظ مريدي وهو غافل. وقال رضي الله عنه أنا نار الله الموقدة أنا سلاب الأحوال أنا بحر بلا سائل أنا المحفوظ أنا الملحوظ يا سوام يا قوام. يا على الجبال دكت جبالكم يا على الصوام ودمت صواميكم أقبلوا إلى أمر من أمور الله. يا رجال يا بطال يا طفال ألوموا إلي وقضوا عن البحر الذي لا سائل له. يا عزيز أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض يقال لي بين الليل والنهار 70 مرة وأنا اخترتك لنفسي ويقال لي أيضا 70 مرة ولتثنى على عيني. وعزت ربي إن السعداء والأشكياء يعرضون علي ويوقفون لدي وإن نور عيني في اللوح المحفوظ مقيم. أنا غائس في بار علم القديم أنا وجهة الله عليكم يوم الأرض أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارثه يقال يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. تكلم يسمى منك قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. والله ما شربت أنت أكيل لي يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. بحق عليك الشعب وما أكلت أنت أكيل لي بحق عليك كل أمنتك من الردى تجي السنة تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها وكذا الشهر وكذا الأسبوع وكذا اليوم. وقال مرة على الكرسي إذا سألتم الله تعالى فاسألوه بي. وكان رضي الله عنه أسمر اللون مكرون العجبين عريض اللية طويلها عريض الصدر نحيف البدن ربع القامة جوهري الصوت بي الصوت شريع الدمع شديد الخشية كثير الهيبة مجاب الدعوة كريم الأخلاق طيب الأعراق أبعد الناس عن الفش وأقربهم إلى الحق شديد البأس إذا أعطيك محارم الله عز وجل لا يغضب لنفسه ولا ينصر لغير ربه
ولا يرد السائل ولو بأحد ثوبين وكان التوفيق رائدا والتأييد معارضا والعلم موذبا والقرب مؤيدا والمحاضرة كازا والمعرفة إرزا واللطاب مسيرا واللحظ سفيرا واللوس نديما والبست نسيما والصدق رياة والفتح بضاعة والعلم ضيعة والذكر سميرا والمكاشفة وداء والمشاهدة شفاء وآداب الشريعة ضيرا ووصف الحقيقة سرائرا قد متفد والموافقة مع التدري من الحول والقوة وطريق تجريد التوحيد وتوعيد تفريد مع الهدور في موقف العبودية بشر قائم في موقف العبدية لا بشيء ولا لشيء وكان الربودية مستمدة من معد كمال الربوبية فهو عبد سمع مصاحبة التفرقة إلى مرافقة الجم مع لزوم أحكام الشريعة وفضائله رضي الله عنه كثيرة وأحواله أكثر من شمس الضيرة وكان الوفاة دامت علينا بركته في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنتين 61 و500 وعمره 91 سنة ودفن بغداد وقبره طير يزار ويقصد من سائر الأقطار رضي الله عنه ونفعنا بأجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم وحيث انتهى ما أردناه وتم ما اهتممنا به وقصدناه فلنرفع إلى الله تعالى كف الامتيال ونتوسل به وبنتائجه أرباب الأضواك والأحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر والسر الأظهر الوارث المحمدي صاحب الإدلال على البساط العندي وبالسالكين على منهاج الأنور والمغترفين من منهر معارفه العذاب الأصغر أن تمدنا بتي بأنفاسهم وتتني لنا من سماغ راسهم يا أيتها الأرواح المقدسة يا خدم يا كتب يا إمامان يا أوتاد يا أبدال يا رقباء يا نجباء يا نقباء يا أهل الغيرة يا أهل الأحلاك يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البصر يا أهل الجنان والعقل يا أهل الضيفة يا أيها الشخص الجامع يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والشهادة يا أهل القوة والعز يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفدق يا أهل معارج العلا يا أهل النفس يا أهل الإمداد يا أهل صلصلة الجرس يا كذب القاهر يا كذب الرقاب يا كنب سكيت الرفن سكيت العرض يا أهل الغنى بالله يا كتب الخشية يا أهل عين التنكيم والزوائد يا أهل البدلاء يا أهل الجية السنتية ملماتية يا فقراء يا صوفية يا عباد يا زهاد يا رجال الماء يا أفراد يا
أمناء يا كراء يا أحباب يا أجلاء يا محدثون يا سمراء يا ورثة الظالمين السيئ منكم والمقدس دي والسابق بالخيرات أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتيسير المرادات وإنهاذ العزمات وتعمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الظنون وإزالة الخجب الغيائب وخسن الخواتم والعواكم وكشف الكروب وغفران الذنوب عباد الله عباد الله أغيثنا لأجل الله I said that.
ويصفو وقتنا لله Yeah.
وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا وغنا ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نظرات تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أسألك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا وينفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل طغام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب اسقنا غيث عام نافع معتبرا دواء يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
الله لا إله إلا الله أستغفر الله ذا الجلال من زلة الفعل والمقال فإنه قبل السؤال وليد العفو للأثير أستغفر الله كل من كل وقت من ناسين أستغفر الله ربنا المجد والحمد والثناء لعله يبرئ ظنا بقلب الحائر السقيم أستغفر الله من ومحسين واسع الرحيم أستغفر الله أبدا نجوا ما خير والرقى وأرصى عزه بالنقى وهبى في رضي الناس أستغفر الله كلما أستغفر الله ما أعطى فنوى ما عم في الفقى وأفحق القلب بالرضا بفضل رب والكريم أستغفر الله ما عزى فنوى النور أشعلى وما سمسك كنايا أستغفر الله ذا البقاء كما سبسط وأورقا وما على البلد وارتقا منوي الليلة الكريم أستغفر الله مجديا بالليل والسن ولا نفع يشرق النور في ليسلم القلب من سقام بكل وصف به جميع أستغفر الله إنه من القلب دنه ويكسر الله منه قبالي عن قلب سليم أستغفر الله
المخصوص بأشرف الألقاب رأيك إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمالي بلا سدر ولا إجاب فلما آن أوان دور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج بي مرسوم الجليل لنكيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسور سمى المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء انقلوا في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا أملأ بالكون نورا
واغفروا يتيما وطيروا أهل بيتي تطهيرا. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد ينطلق بذنب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. يا ربي صلي وسلم صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Thank you.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وولد صلى الله عليه وسلم مخطونا بيد العناية مكحولا بكحل الهداية فأشرق ببلائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في أرض بيته من بكي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسجود شرفات ورميت الشياطين من السماء بشعب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصالة سلطنته ذليل خاضع لما تألق من سماه النور الساطع وأشرق من بلائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه.